ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ عبدو الجندي المتحدث باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني، مرحبا بك. شكرا جزيلا. في الحقيقة نعم، هي كما قلت أنت بأنها يعني نصيحة، وهي أقرب إلى وجهة النظر الشخصية منها إلى موقف المؤتمر الشعبي العام، لأن المؤتمر الشعبي العام كما سمعتم أن كتلته البرلمانية قد نفت الخبر الذي أشير بأن هناك دعوة لمجلس النواب لكي يقبل استقالة الرئيس. نعم، برأيك أستاذ عبد الله، على ما اتكأت وهذه هذه الدعوة المصادر فعلا يعني الإعلامية في بثها مثل هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة كما أشرتم؟ هذا في الإعلام نوع من التحريض، الهدف منه فعلا إثارة مخاوف غير موجودة، وبالتالي تعبية داخلية وتعبية خارجية على هادفة إلى تشويه مواقف المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي لم تكن نابعة من حرص ولا من موضوعية فعلا في طرحها للقضايا. أنا أعود فأقول بأنه المؤتمر الشعبي العام ما زال حتى هذه اللحظة يراهن على نجاح الحوار الذي يجري في موزمبيق نعم، تحت إشراف المبعوث الدولي للأمم المتحدة وبمشاركة كل المكونات السياسية الفاعلة، والتي تشعر فعلا أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره هي الهدف من المبادرة الخليجية، والهدف من مخرجات الحوار الوطني، والهدف من اتفاق السلم والشراكة. نعم، اللجوء إلى مثل هذه المواقف التي تفهم وكأنها فعلا تريد أن تقيم دولة في عدن ودولة في صنعاء ودولة وتأييدها أيضا، هو نوع فعلا من يعني هو يعني عمل مثير للشبهات، لم يكن الرئيس بحاجة إليه، لأن الرئيس كان يجب أن يكون ولا زال الأمل أن يكون جزء من الحلول وليس من المشكلة. نعم فعندما استاذ عبده، فيما يتعلق في عفوا فيما يتعلق بموضوع اخر، وانت تتحدث معي قبل قليل حول المصادر الاعلاميه التي بثت خبرا لا اساس له من الصحه، هنالك فيما يتعلق بالبيان المنسوب للرئيس هذه البارحه، كيف تقرا هذا البيان وتعليقك عليه؟ يبدو لي ان اليوم الرئيس اكد هذا ذلك البيان الذي كان فعلا البعض يعتقد انه ليس صادرا باسمه، ومن خلال ظهوره عبر التلفزيون لاول مره، ومن خلال اجتماعه ببعض القيادات في المحافظات الجنوبيه، وكذلك القيادات مدنيه وعسكريه، وبالتاكيد هذا فعلا يعني موقف لم يكن حصيفا ولا ايضا يراعي فهم الاخرين لمثل هذا الموقف، كأنه فعلا نحن نريد أن نقيم دولتين لا دولة واحدة. نعم، وبالتأكيد هذا خطأ كبير جدا، لا يمكن للقوى السياسية المؤمنة بالمبادرة الخليجية نعم وبمخرجات الحوار الوطني وباتفاق السلم والشراكة أن تتقبله بسهولة، ناهيك عن أنه يحتمل أيضا عندما تقول نحن سنسقط العاصمة المحتلة، يعني كأنك أنت هنا تدعو إلى الحرب، وهل الحرب فعلا هي الحل؟ أم أن الحل هو حوار سياسي ينتهي إلى مصالحة وطنية، وبالتالي يتم الاتفاق فيه على كيفية تقاسم السلطة، وقد قطعت المكونات السياسية شوطا كبيرا في هذا الحوار، وافقت على المجلسين، بقى مجلس النواب ووجود مجلس استواء القوى الغير ممثلة، وبالتالي نظام من غرفتين نعم يلتقوا في مجلس النواب، يعني هناك قضايا كثيرة وكانوا في طريقهم مناقشة المجلس نعم الرئاسي. اليوم سجدت هنالك ربما قبل قليل مفاوضات استؤنفت كما تقول بعض المصادر، ولكن أريد أن أسألكم أستاذ عبدو، يعني الكثير من المصادر والكثير من التأكيدات، من بينها أنتم أكدتم بأن الرئيس هادي قدم استقالته وأن هذه الاستقالة لا رجعة عنها، برأيك لماذا هذه المسجدات تحديدا، يعني ما الذي سجد؟ أنا لم نقل نحن هذا الكلام، لكن هذا الكلام هو نقل على لسان هادي، ومن نقله هم أولئك المتحاورون الذين قاموا بزيارته، ومعهم أيضا يعني مبعوث الأممي جمال بن عمر، التقوا فيه وسمعوا منه، وكان هناك من يطرح بأنه لماذا لا يكون هو رئيسا لمجلس الرئاسة، نعم. ولكنه هو أيضا أكد بأن استقالته نهائية وأنها لا رجعة فيها، ناهيك عن أن حكومة الكفاءات قدمت استقالتها بطريقة غير معتادة في تاريخ الحكومات، يعني دائما الحكومات تقدم استقالتها، وحتى إذا قبلت هذه الاستقالة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن هذه فعلا تدل على أنه
هناك يعني هناك إجراءات الهدف منها يعني إثارة نوع من الفراغ السياسي الذي يتحول إلى نزاع، وبالتالي يثير كثير من الشبهات، لا سيما أن البلد تعاني حرب مع القاعدة، حرب هنا، مواجهات هناك، انفصال في الألقاء، قوات تحاول الانفصال، بالتأكيد يعني مشاكل كثيرة جدا ومشاكل اقتصادية أيضا كبيرة. أشكرك. في وسط هذه الظروف كان لابد أن يكون هناك موقفا أكثر عقلانية من فخامة الرئيس. أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الأستاذ عبد الجندي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أصدرت اللجنة الثورية العليا اليوم قرار تكليف